السلام عليكم أحبتي الكرام، وصلنا الآن إلى الدرس 43 من هذا الكورس المميز، وكلمة اليوم كلمة answer. answer من أهم الكلمات التي يجب على كل شخص متعلم اللغة الإنجليزية أن يتعلمها. answer answer، هيا لنكتشف أسرار هذه الكلمة. get ready، اجهز. get ready، استعد. write all the phrases، so you need a notebook, a pencil. just 2 minutes and repeat after me 5 times loudly. كرر جميع العبارات بصوت مرتفع لكل عبارة 5 مرات حتى تتقنها باللفظ الصحيح. أما الآن اضغط على إعجاب واشترك في القناة وفعل زر الجرس حتى تصلك جميع الدروس حين نشرها. أما الدروس السابقة بإمكانك الحصول عليها أسفل هذا الفيديو في مربع الوصف. التكرار أم المهارات، لذا كرر العبارات وكرر الدرس عدة مرات حتى تتقنه بشكل جيد قبل الانتقال إلى الدروس القادمة. answer answer تأتي بمعنى جواب أو إجابة، رد أو تأتي بمعنى فعل أيضا. answer أجب أو رد على. answer answer answer. you didn't answer my email. you didn't answer my email. أنت لم ترد على بريدي الإلكتروني. كرر معي الآن. you didn't answer my email. You didn't answer my email. أنت لم ترد على بريدي الإلكتروني. المثال الثاني. The correct answer to the question. The correct answer to the question. الإجابة الصحيحة على السؤال. The correct answer to the question. Question سؤال. The correct صحيح answer. الإجابة الصحيحة to the question. على السؤال. أما مرادفات كلمة answer: response استجابة، reply جواب، return إرجاع، respond استجابة أيضا respond. والآن حاول أن تكتب جملة مستخدما فيها كلمة answer. answer لا بأس أن تستخدم إحدى الجمل التي مرت علينا في هذا الدرس. answer answer. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، استمر بالمثابرة في تعلم اللغة الإنجليزية، وشكرا لك على المتابعة وإلى اللقاء.